رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير، واكيد رجعنا لضيوفنا اللي منورين اليوم في الاستوديو. موضوعنا اللي هو القرض، هل هو نعمه ام نقمه؟ ورجعنا اكيد للمستشار القانوني الاستاذ خالد الماضي، حياك الله، وايضا لخبير الاقتصادي الاستاذ نايل جواب، حياك الله من جديد. الله يحييك. خلينا نتكلم، كنا في الفاصل نتكلم عن البطاقة اللي تاخذ اكيد نقاط اضافية، فيريت لو نتكلم عن هذه البطاقة اللي ممكن تحويل الدرجات طيران او مثلا نقاط اضافية في حال خصومات مثلا في الاسواق. طبعا عبارة عن ماركتينج، كل شركة او خلينا نقول كل بنك يسويها بتواصل مع شركات، او خلينا نقول بتواصل مع شركات او تواصل مع ناس معينة اللي تسوي لهم خصومات او ان مكافآت تعتبر بالنسبة له. ولكن مثل ما ذكر الأستاذ خالد إنه يأخذونا عنه ما يخلوا له إياها. تذكر القصة أستاذ خالد؟ المشكلة عندك أنت لمت سنة عدد معين أنا ما أفقه فيها أو أي شخص ما يفقه فيها، فيتفاجأ مسكين بعد ما يصرف مبالغ ضخمة في هالبطاقة، فرحان على أساس إنه بحصل تذكرة وبحصل كل ما خزنه كل ما بحصل كل ما زدت أنا كل ما اشتري زيادة وطولت ما صرفته في حينها، لا بحصل زيادة، أتفاجأ إنه ما صفر أو ناقصة. لما سألت عن الموضوع قالت لا والله عندك أنت فترة زمنية معينة ما استخدمتها. وهي كلنا نجهلها على فكرة. كلنا نجهلها. هذا للأسف بالماركتينج، هذا كله ماركتينج بالنسبة إلى البنك. البنك طبعا يبي يبيع هالبطاقة، يبي يبيع طبعا، كيف بيبيع مثلا بنك عن بنك آخر؟ بيقول لك والله ترومين تسوين كذا. يعني الحين خلنا نقول لك، يقول لك تصبي بترول ببلاش مرة. لكن أنت كم بتصبي بترول؟ ما سألتي. مثلا يقول لك بتصبي بترول مرة ببلاش. زي كم الكمية تصبينا؟ يطلع 20 درهم 30 درهم، أنت السيرة اللي سرتي عشان تطلعي هالشيء طبعا تطلع شيء بسيط. وبعدين مثلا كانت هناك الجوائز، طبعا الجوائز تكون ما بأن تتوقع أن الكبيرة ونتوقع أن مثلا أنك تاخذ شيء كبير، لا طبعا طبعا محسوبة، كل شيء محسوب. لكن للأسف مو على الجوائز خلنا نقول، أو خلنا نقول على المكافآت، هي البطاقة نفسها أنت ليش ما أخذناها؟ البطاقة هذه عليها فيز، يعني نحن نقول إن هي عروض إيجابية تقدم للعملاء مثلاً، بتفيدنا من ناحية الدرجات الشراء وغيره. لا هي مجرد إغراء للعميل بالنسبة إلى الماركتينج، هذا عبارة بنك بيعرض ممكن تشتري من عنده ممكن ما تشتري من عنده. وشو إيجابيتها؟ إيجابيتها التسديد، التاريخ، تسديد متى بتسددين؟ أنت ليش بتستخدمين البطاقة؟ لأنه ما عندك فلوس عشان تشتري حاجياتك بالنسبة إلى السوق، خلنا نقول تشترين حاجياتك، يوم أنت خلص الوقت أنت لازم تدفعين تاريخ كذا، لازم تدفعينه. أنا كل ما دفعتي هالمبلغ في هاليوم، وللأسف مثل ما ذكرنا التاريخ اللي هو 28/5، الناس اللي كلها تجهلها طبعا كلهم يقول لك تاريخ واحد وتم يسدد تاريخ واحد، تاريخ واحد، لكن هي تاريخ خلنا نقول 27. والفوائد بعدها تتراكم عليه، لأن الفائدة نفسها تتراكم تراكمية يومية وبالساعة. نعم. من قبل طبعا البطاقتين اللي هي ماستر كارت والفيزا. إنزين أستاذ خالد، أين دور هني حماية المستهلك في حماية هذا المستهلك أو هذا العميل؟ لحماية المستهلك أيضا دور من الإغراءات المالية اللي تقدم؟ حماية المستهلك ما لها علاقة في الموضوع ككل، هاي من ناحية الاقتصادية الأخرى التجارية. لا هاي موضوع تسويق عادي، تاجر البنك في الأخير هو تجارة، تاجر عنده بضاعة يعرضها، من صالح طريقة التسويق، هاي طريقة التسويق اللي متبعة بالنسبة له. كل ما زاد عدد العملاء، كل ما زاد عدد انفاقه من البطاقات أو الديون أو هذه، هاي فايدته فيها فقط لا غير. اما حمايه المستهلك، حمايه المستهلك ما لها علاقه بالموضوع. طيب العميل هنا شو دوره، او هني حتى الموظف البنك شو دوره مثلا اذا ما قدم لي انا المعلومات الكافيه عن هذه البطايق؟ المفروض الغلط مني انا، انا لما اتعاقد يعني هي في عقود معينه من ضمنها القروض، من ضمنها استخراج البطايق، ومن ضمنها حتى التامين، ومن ضمنها الاتصالات، هاي تسمى عقود ذعان. يعني أنا مجبر فيها، ما أقدر أغير لما أتعاقد مع البنك أو الاتصالات أو التأمين، ما أقدر أغير شروط البنك أو أتدخل في الشروط، لأن هاي تي جاهزة مطبوعة لصالح البنك. في سؤال أستاذ خالد، لو الفرد هذا قرأ هذه الشروط بيوقع على فتح الحساب؟ ما أتوقع. ولا واحد فينا بيفتح حساب بنكي؟ صاحب حاجة أكيد، هو صاحب الحاجة مثل ما ذكر أستاذ خالد. وطبعا دائما نقول نرجع إلى المكان المختص لهالشيء هذا عشان يدليني انا شو اسوي.
لأن طبعا كل البنوك او كل هذه المصارف اللي عندنا تبى طبعا فائدتها، وهذا القرض عباره عن ماركتنج. اذا انا ما بعت او ما سددت لان عنده مبالغ معينه، هي عباره عن ودائع، وهالودائع لازم يطلعها عشان يجيب غيرها، ولازم يبيع بطايق عشان ياخذ غيرها، لازم يرتفع درجته اللي هي النجوم. طبعا ما نقولها حتى في الامارات، يكون بعد عالميه عشان يتعامل مع البنوك العالميه مباشره. صحيح. ويا في دوله الامارات نقول هذا بنك مختص بهذا الشيء. نعم. فالجا الى هذا البنك. طبعا كليات طبعا للاسف ما عندنا الخبره او ما نلجا الى مثلا اللي هو البنك المركزي نسال، او نسال عن هذه التفاصيل اللي هو بس وقع توكل. نعم. ونقدر نقول استاذ خالد ان القانون لا يحمي المغفلين. أنا من حقي أنا كمتعامل، وعادة لما تعرضين علي أي مستند أو عقد أو وقعة المفروض أقرأ وأطلع عليه وأفهم بنوده، ومن حقي أسأل عن كل كبيرة وصغيرة في العقد، حتى لو في مواد أو بند مش واضح من حقي أسأل عنه وتشرحي لي. بس للأسف اللي حاصل الحاجة ثانية. بس أستاذ خالد أحس أنها صعبة، يعني الحين مثلا عميل مثلا أو أنا كشخص قانوني ما بعرف لي هذه الحسابات الدقيقة اللي يلعب فيها موظف البنك. مش موضوع حسابات ما بيلعب فيها او الشروط حتى، لا الشروط واضحه، شروط واضحه، شروط واضحه بامكاني انا اقراها واطلع عليها. ما فهمت اسال نفس الموظف هو يشرح لي فيها، لان انا عاده لما انا الجا للقرض في عندي عده انواع من القروض، او حتى نفسه لما وقع على قرض في شغلات معينه من ضمن العقد القرض تنزل مع اجباري انا اسويها، من ضمنها التامين على القرض انا ما افقه فيه ولا ادري او البنود المركبه اللي نسميها، اللي هي مش البنود المركبه، اتوقع الفائده المركبه او البنود، احيانا تكون بنود مركبه الواحد ممكن ما يفهمها حتى، ترى هذا لازم يسال الاشتراطات، لازم يسال عنها، لازم اسال نفس الموظف او يشرح لي اياها، هي من حقي كمتعامل مع الجهه. بس بصفه عامه هذه النوع من العقود صعب اني انا كمتعامل ألزم صادر العقد أن أغير أو أضيف أو كذا. هذا موجود، تأخذه مثل ما هو يا تتركه. وللأسف أنا ملزم أني أفتح حساب في بنك، ملزم أني أخذ بطاقة فيزا أو ماستر أو بطاقة الصرف الآلي، هذه لعدة أسباب. أغلب التعاملات والاتجاه الحكومي هي الحكومة الإلكترونية. ملزم أنا أكون عندي بطاقة، لأنه بروح أدفع كاش ما حد يستقبل. لكن اخوي خالد في البطاقه اللي هي اللي عندك بطاقه انت تروم انت تروم تشحنها، تعتبر فيزا لمده، احد البنوك كانت تكلمت وياه تدفع 21 درهم تصدر لك البطاقه لمده 5 سنين او 50,000، اما تبدا بالخمس سنين او الخمسين ونعبيها كل ما خلصت وتعبينا كل في المشين مالهم مالهم، تعبيها تحطي 1000 2000 3 وتتعامل كفيزا. ولها فوائد ايضا هذه؟ هذه ما في اي شيء، لان عباره عن مثل ما تفضل استاذ خالد ان الحين لا الكترونيه الحين كل شيء كل الحين اي مكان بتروح تستخدمين لازم عندك بطاقه، بدون بطاقه ما بتستخدمينه، لو مثل في الدوائر الحكوميه الدرهم الالكتروني هذه بعد موجوده تروم انت تخزن فيها بدل ما انك تاخذ تلجا الى الفيزا وتلجا الى الامور. الدرهم الالكتروني التعامل او التعامل فيه محدود، هذه بعد نفس الشيء، هاي تقدر تتعامل مع جميع البنوك مع جميع الاماكن، تقدر تشتري بيها من النت، ولكن انت تكون بالسيف سايد لانك حاط مبلغ انت تعرفه، ما تحط المبالغ خلينا نقول مثل المبالغ في الفيزا 20,000 فجاه طارن او 50,000 وانسرقن او اشخط الشخص نفسه من غير ما يعرف، لا انت هذه 20,000 ليش طارن مثلا؟ ممكن يكون مثلا سرقه صارت من هكر او غيره، ممكن تكون وهذه البطاقه مالها هذه، لا هذه مهما كان ما فيها، انت اللي تروم تحطين، انت تصير المشين نفسه تحطه في البطاقه نفسها، تحطي 1000 2000 10 انت اللي تحطي فيها، انت ساري دائره حكوميه تعرفين كم يبون. طبعا الحين في الدوائر الحكوميه كلياتهم عندهم نفس خلينا نقول نفس اللي هو نفس البنك هذا موجود في الدوائر الحكوميه تروم تخزني فيها. نعم. نفس ما يطلب المبلغ نفسه، لانه ما يقدر ياخذ مثل ما تفضل استاذ خالد كاش. نعم. هاي ممكن من الامور الامنه استاذ خالد؟ آمنة هذه وايد، لأن سبب أني أنا أحدد المبلغ اللي بدخله في البطاقة الكارت نفسه، فحدد المبلغ اللي بستخدمه على سبيل المثال عندي إجراء تجديد سيارة، بجدد رخصة، بدفع فواتير معينة، عارف المبالغ اللي أحتاجها، أحط في قد يعني حط فيها قد المبلغ أو في حدود المبلغ المبالغ اللي أنا محتاجها فقط. نعم. يعني لو انسرقت بإمكاني ألغيها،
ما في خوف فيها مثل الفيزا او الماستر. الفيزا عاده لما تنصدر تصدر لي مبلغ كامل وابدا استخدمه ويبدا البنك يخصم من راتبي. ففي مشترياتي في كذا، بالذات اللي بيسافر تحصل دافع او دافع المبلغ كامل او مسددها بالكامل على اساس انه يقدر يستخدم قيمه المبلغ اللي يكون 50 أو 60 ألف. فاذا ضاعت عني او استغلوها اصحاب المحلات بطريقه معينه ممكن يسحب المبلغ بالكامل. والان اخوي خالد في فيزا بعد تروم تخزن فيها عده عملات، يعني مو بعمله واحده بعد، تروم تخزن فيها عده عملات وتخزن حلو في هاي من الامور الجديده. يعني هاي الجديده هذه طبعا. نعم. انك تتخزن عده عملات في بطاقه واحده وتستخدمينها في عده اماكن في عدة دول يعني. إنزين، في سؤال أستاذ نايل، براءة الذمة في حال مثلاً الشخص سدد الديون اللي عليه، هذه الشهادة شو تفيد هذا الشخص مثلاً؟ هذه لازم يأخذها. لازم يأخذها. لازم يأخذها. لأنه ممكن تطلع عليه في سنين عقب، ممكن يطلبون منها، يعني يطلبون منها هالبراءة الذمة. ممكن يكون يقولون أنت عليك فوائد، أنت كان عليك مبلغ وقدر عليك فوائد، فلازم يأخذ براءة الذمة. هذه أفضل شيء. تكون عندك ويحتفظ فيها؟ أكيد. لكم سنة؟ أكيد. خلّه عنده، ليش خلّه عنده قانونياً تفيده في أي مكان أن عنده براءة ذمة. الآن في البنوك أيضاً في أنت كيف تدفعين الأقساط؟ في البنك لازم يعطيك بعد شهادة. نعم. يعطيك شهادة أنك أنت ملتزمة وأنت تدفعين الأقساط، تطلع عليك شهادة. نعم. أنك يوم تقدمي في بنك ثاني يطلع لك القرض بسرعة. نعم. وطبعاً للأسف ما في سؤال عن هالأمور هذه، لأن هذه أمور يجهلها الكثير. نسأل أستاذ خالد، براءة الذمة شو ممكن تفيد العميل؟ هي الأساسيات اللي لازم أحصل أنا عليها بعد انتهاء القرض لعدة أسباب. احتمال يكون مثل ما قال الأستاذ بعد فترة أتفاجأ البنك رافع علي شكوى في المحكمة أو قضية يطالبني مبالغ أو قيمة إصدارات معينة أو فوائد متراكمة قديمة أو مدام أنا حصلت على براءة الذمة خلاص معناته أنا أبريت ذمتي من قبل البنك، ما له حق يطالبني. بس للحاصل أو اللي حاصل حاليا للأسف أنه في جهل في النقطة هذه، أخلص القرض خلاص أنسى الموضوع. علما أنا لما أخذت القرض أصدرت شيكات للبنك، مش شيك واحد، مجموعة شيكات. من ضمن الشيكات في شيكات شهرية وفي شيكات أظن كل 6 شهور على حسب نظام البنك، وفي شيك بمبلغ القرض ككل. البنك عادة سابقا كان لما يبي يشتكي على عميل معين يبدأ معه شيكات شهرية ويحصل عليها أحكام. بعد فترة تتفاجئين أن البنك رجع رفع عليك قضية ثانية بشيك اللي هو شيك اللي هو بالمبلغ الكامل، اللي هو شيك الضمان بالمبلغ الكامل. يعني شوف أنت تنحطين في وضع بالنسبه للانسان العادي لا يحسد عليه، فيضطر انه يروح للبنك ويساوم معاهم. حتى لو بيقولوا له منمدد او منزيد عليك بقول لهم ما في مانع، بس شيلوا الاجراءات عني، الغوا الاجراءات المتخذه في حقي. طيب من الناحيه القانونيه، بما ان نحن فتحنا موضوع شهاده براءه الذمه، اذا مثلا في شخص خلاص خلص مثلا القرض اللي عليه مثل ما قلنا، لكن بعد 5 سنين أو 6 سنين يا البنك ورفع قضية، مثل هذه الحالة ممكن أن أو القانون يقف مع البنك أم مع العميل؟ لأنه خلاص هو على أساس أنه هو خلاص سدد اللي عليه. المحكمة في الحالة هي محكمة لا بتكون في صف العميل أو صف هذا، هي محايدة. هي مثل ما قلت لك ترفع قضية، سواء كانت رفعت من العميل أو من البنك نفسه، تتحول اذا كانت من العميل بيطلب فيها محاسبه وتعيين خبير. الخبير هو بيطلع على الفايلات والحسابات، فانت اكد او اتضح له ان سددت انا القرض كامل، خلاص البنك ما له حاجه عندي. نعم. وعلى ضوءه يصدر لي حكم بما ينتج عن تغيير خبره فقط لا غير. نعم. استاذ نايل، طبعا بكل تاكيد يعني انه لازم هذه الشهاده ضروريه جدا. نعم. وبعدين مهما كانت يعني اذا كانت بين الاثنين، أكيد مثل ما تفضل أستاذ خالد هو خبرته أكبر بالنسبة للقضايا، أن المحكمة هي عبارة عن فصل بين الاثنين، ما بتوقف مع واحد ضد الثاني بدون أي أوراق ثبوتية. نعم. ما في أوراق ثبوتية ما بتوقف وياه. نعم. في الأخير الأستاذ نايل، من الناحية المالية شو هي الحلول من وجهة نظرك؟ بعدين نسأل أو الأستاذ خالد عن الحلول القانونية. نعم. الحلول أن أهم شيء أنك يوم تأخذ القرض تعرف أنت ليش ما أخذ القرض، لأنه هو عبارة عن مدة معينة، وهو من يكون من الأساسيات. والتاريخ أهم شيء طبعا، يعرف متى بيسدد ومتى بيكون الفوائد.
وعدم التأجيل، لأن التأجيل هذا يعتبر راحت عليه فوائد كبيرة بالنسبة لقيمة القرض نفسه. جميل. مهما يسدده بيكمل موجود الفوائد تكمل وياه لين آخر شيء. جميل. الأستاذ خالد. هي بالنسبة للحلول القانونية هي تدخل أو مراقبة المصرف المركزي للبنوك وتعاملاتهم مع الأفراد، بالذات في الشكاوى اللي تقدم، في بعض الشكاوى تقدم مباشرة للمصرف المركزي أو البنك المصرف المركزي على أساس أنا عندي شكوى ضد البنك الفلاني حاصل معي 1 2 3 4. البنك المصرفي في عنده هيئات وفي عنده لجان، بس الحلول والتشريعات تطلع من عنده، فهو الأساس في التعامل هذا كله لأنه له سلطة على البنوك. بالإضافة للتشريعات اللي تصدر في الدولة، طبعا التشريعات اللي هنا صدرت في الدولة تشريعات واضحة جدا، واضحة حددت العلاقة والتعامل. والميزة في قانون دولة الإمارات من القوانين المتغيرة ومتجددة باستمرار، فهي هذه حلولها والأمور واضحة بالنسبة للطرفين. أكيد نتمنى من الجمهور أخذ هذه النصائح بعين الاعتبار، وأكيد المعلومات القيمة، والله يبعد إن شاء الله جميع المشاهدين إن شاء الله عن القروض وبلاوي القروض. في الأخير المستشار القانوني الأستاذ خالد ماجد، كل الشكر على تواجدك اليوم إيانا في هذه الحلقة المميزة. شكرا الله لك. وأيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ نايل جوابرة، كل الشكر على تواجدك اليوم إيانا. شكرا لك. يعطيكم العافية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، أكيد مواضيع أكيد جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عاشر أنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، ومع السلامة.